في بعض الأيام، في نص الليل أو تقريبًا في ساعات الصبح الأولى، كنت ببص على المدينة كلها، المدينة اللي خلال اليوم والنهار بتكون مليانة هيصة ودوشة وزحمة، لكن في الوقت ده هادية، ساكتة، وفي سلام وفي هدوء ومرة كنت بتأمل وأدركت إنه وسط الهدوء ده في... في صرخات طالعة للسما فوق أنا مقدرش أسمعها، الله بس اللي يقدر يسمعها. في صرخات مرفوعة لفوق للسما حتى في وسط الصمت في وسط السلام الظاهري وحده الله يقدر يسمع ويشوف الشر اللي بيحصل حتى في اهدى ساعات الليل الله وحده اللي بيسمع صرخ الطفل اعتدى عليه واحد سكران الله وحده اللي يقدر يسمع صرخ الطفل اعتدى عليه واحد بالغ الله وحده اللي بيسمع صرخه سواق تاكسي اتقتل علشان شوية جنيهات الله وحده اللي بيسمع صرخات ضحايا عصابات الشوارع الله وحده اللي بيسمع صرخة ضحايا الاغتصاب الله وحده اللي بيسمع صرخات الناس السكرانين في البرات اللي ملي المدينة وفكرت إن الصرخات دي خارجة من مدينة واحدة لازم اضيف عليها كل الصرخات اللي خارجة من مئات والاف المدن في أرضنا الكبيرة وكمان هنزود عليهم صرخات طلع للسما من مئات الألاف من قري ومدن وبلاد العالم صرخات طلع عند الله. وعدل الله. بيطالب بإن الدينونة تحكم على الاشرار الحكم لازم يتم على الاشرار هو ده عدل الله لكن كمان بنشوف رحمته بتقول اديهم وقت تاني اديهم وقت يفكروا اديهم فرصه تانيه اديهم يوم زياده يمكن يسمعوا فيه رساله الانجيل ويتوبوا ويقبلوا الغفران من ايد الله اديهم فرصه تانيه للتوبه لكن لكن بقول وبكل الم عميق في قلبي إن مأساة مدن كتيرة النهاردة إنهم سمعوا رسالة الإنجيل لسنين طويلة ورفضوها تماما سمعوا رسالة الإنجيل وتجهلوها سمعوا رسالة الإنجيل وتلعبوا بالمعنى علشان يناسب أغراضهم سمعوا رسالة الإنجيل وقللوا من قوته سمعوا رسالة الإنجيل لكن سدوا, سدوا دنهم عنها ودينونة الله هتيجي عليهم التعليم عن دينونة الله الآتية من أكتر التعليم المرفوضة في دول كتيرة النهاردة التحذير عن دينونة الله الجاية من أكتر التعليم المكروهة في بلاد كتير الحق عن دينونة الله الآتية شايفينه كتير من رواد الكنايس والأسوس والكهنة والمبشرين إنه من أكتر التعليم السلبية اللي ممكن تتوعظ لحظة يا جماعة خلوني أكون أمين معاكم أنا شخصيا مش بستمتع أبدا بتعليم الرسالة دي أنا كمان مش بستمتع بإعلان الدينونة الآتية لكن دي من أكتر التعاليم المؤلمة إن كل مؤمن حقيقي بالكتاب يعلنها مفيش تعليم مؤلمة أكتر من موضوع الدينونة الآتية إحنا مش بنعلم عنه كانتقام لا, لا 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 لكن بدموع وقلوب مكسورة وأنا وإنتوا عارفين من كلمة الله إننا لو أنكرنا وجود دينونة من الله في المستقبل على الأشرار في العالم وبنحاول نحسس الناس انهم كويسين فعليا هيلعنونا طول الابدية لما ننكر القضاء ومنحذرهمش بالحق ان الله هيدين العالم و... ودي الحقيقة وايه هي مسؤولية كل مؤمن بيسوع المسيح ايه مسؤوليته من دلوقتي لحد يوم الدينونة الآتية لازم بمحبه وباهتمام وبكل رقه وبكل عنايه نحذر الناس بالدينونه اللي جايه احنا لازم نتشفع بالنيابه عن الناس الضالين دورنا نصلي ونصرخ لله بالنيابه عن الضالين لازم نستمر نكون شهاده للخلاص اللي في المسيح يسوع وحده بس دورنا نتوسل ونترجى الضالين من فضلكم اهربوا من الدينونة الآتية مجرد إنك تكون غضبان على الأشرار وخطايا مدينتك ده مش كفاية مجرد إنك تحبط وتيأس من خطايا مدينتك ده مش كفاية واللا مبالاة على الخطايا مش حل أبداً أبداً لازم نصرخ مع الله علشان خاطر مدينتنا وعلشان خاطر بلدنا لازم نتشفع لله بالنيابة عن مدينتنا وبلدنا احنا لازم نقف في الصغر بالنيابة عن المدينة والأمة عايزكوا تفتحوا معايا من فضلكوا تكوين إصحاح 18 الله بيقول لإبراهيم إن صراخ رهيب طالع من سدوم وعمورة إن خطاياهم مميتة ونازل بنفسه يشوف ده معنى إيه؟ <applause> إن الله مش قادر يشوف من السماء ولازم ينزل بنفسه؟ لا دي طريقة الكتاب في استخدامه للغة البشر علشان يشرح إن الله عايز يديهم فرصة يسمحهم فيها يعني فرصة قبل المحاكمة والقضاء ويديهم فرصة كل فرصة للتوبة والرجوع دي طريقة الكتاب علشان يشرح للبشر عن العين المراقبه من السماء علشان يقول ان الله بيهتم ويسمع لكل صرخه من المكسورين ان الله بيهتم جدا حتى باللي يكسروا قوانينه ان الله بيهتم جدا بكل المخادعين والكذابين والغشاشين ان الله بيهتم بكل اللي بينادوا ان الشر خير والخير شر الله بيهتم وسبب ان بعض ناس الكنايس بيغضبوا اوي لما يسمعوا رساله الدينونه الاتيه ويحاولوا يقتلوا الواعظ وسبب رفضهم لتعليم الدينونه الاتيه علشان مش عايزين يعترفوا انهم خطاه مش عايزين يتوبوا عن خطاياهم مش عايزين يعترفوا بخطاياهم مش عايزين يرجعوا لله ويقبلوا غفران لخطاياهم الكتيرة عايزين يستمروا في الخطية لكن جوه في ضميرهم تعبانين قوي وهم عارفين كده فبيقولوا احنا مش خطاه بيقولوا احنا اختياراتنا مختلفه في الحياه يعني طرق مختلفه للحياه عندنا تفضيلات جنسيه مختلفه دي الطريقه اللي بيمشي بيها الشغل العالم ماشي كده المسيحيه ما بقتش عن الخطيه والخلاص والدينونة والسماء والنار، تعريف المسيحية دلوقتي إن كل الأديان بتودي لنفس المكان. تعريف المسيحية النهاردة هو قبول كل اختيارات الحياة، إن التعريف الجديد للمسيحية النهاردة هو مش مهم أنت بتعمل إيه ولا بتؤمن بإيه طالما أنت بتعمل خير. تناقض رهيب عن أربعة آلاف سنة وقت كتابة الكتاب المقدس وإعلان الله في كلمته لكن الخداع المعاصر دوا اسمعوني من فضلكم ما تسمحوش أبدا 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 للخداع المعاصر ده إنه يمنعنا ولو للحظة عن التشفع بالنيابة عن الضالين وعندنا مثل كتابي هنا في تكوين 18 عايزكم تبصوا عليه وتشوفوا نقطة مهمة قوي في الحدث ده لما الله قال لإبراهيم عن القضاء وإبراهيم صلى لشعب سدوم ما تضيعوش النقطة دي منكو مهمة قوي 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 أهل سدوم كانوا غرقانين جدا في خطاياهم وطرق معيشتهم كانوا معميين عن الحقيقة إن إبراهيم وقف على جبل علشان يتشفع لهم ويتوسل لله بالنيابة عنهم هم. الصلاة دي صلاة نموذجية. فعلياً هي أول صلاة من نوعها في الكتاب المقدس. في ثلاث حاجات عن الصلاة دي عايزكم تفتكروها. لما تصلوا لبلدنا، لما تصلوا لجيرانكم، لما تصلوا لأصدقائكم، لما تصلوا لعيلتكم. أولاً كانت صلاة توبه ثانيا كانت صلاه مثبره وثالثا كانت صلاه اقناع كانت صلاه توبه اقصد ايه بالكلام ده كونها اول صلاه من نوعها في الكتاب تبقى مثال لينا كلنا في حد قال اننا مش هنكون شبه يسوع أو نرضي الرب أكتر إلا بصلاتنا للآخرين. خلونا نكررها. مش هنكون مش هنكون شبه يسوع أبداً. أو نرضي الرب إلا بصلاتنا للآخرين. وإبراهيم ما جاش للرب بدافع إنه يطلب حاجة يعني. ما قالش يا رب من فضلك إعمل كده، ضروري إنك تعمل كده. ما جاش لربنا بدافع الوقاحة على نعمة الله ما لربنا وهو بيعدد أعماله البارة وكل أفعاله الحسنة وقال يا رب أنا عملت ده وده وده علشانك جه الوقت دلوقتي إنك تعمل في حاجة علشاني لا 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 في الحقيقة في عدد 27 قال أنا تراب ورماد هي دي الصلاة التيبة حبايبي اسمعوني في اي وقت بنصلي وبنتشفع بالنيابه عن مدينتنا وبالنيابه عن بلدنا اسمعوني منين ما بنصلي ونيجي لربنا مش بناء على اي بر فينا خالص مش بناء على اي دافع بار فينا بنيجي للرب مش بناء على اننا احسن من غيرنا او او اننا من غير خطيه كاملين الله عارف الحقيقه أو ك ك كنايس مكتوب في بج على دراعهم إننا مستحقين لا 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 بنيجي لله مدركين خطايانا اللي غفرها يسوع بنيجي لله بنيجي لله كنايس مكسورين وشفاهم يسوع بنيجي لله مدركين نعمته اللي فادتنا معترفين برحمته اللي غطانا بيها بنيجي لله معلنين اننا متغطيين بدم يسوع المسيح المسفوك على الصليب بنجيله في الصلاه بدافع التوبه ثانيا كانت صلاه مثابره النقطه دي غالبا بتبكتنا كلنا وانا من ضمنكم غالبا اهم نقطه في كل صلواتنا في حياة الصلاة هي نقص المثابرة في الصلاة كام مرة بنستسلم في الصلاة بسهولة؟ كام مرة بنستسلم في الصلاة بسرعة؟ كام مرة بنستسلم في الصلاة بسرعة أوي؟ كام مرة بنستسلم في الصلاة ونفقد العزيمة والمثابرة إبراهيم ثابر في صلاته ثابر في طلبه من الله رغم إن صلاته ما كانتش نموذج روحي لازم نتبعه أكتر من كونها أمر حضاري عايز أشرح لكم الكلام ده لازم تفهموا موضوع الحضارة ده عملية المساومة اللي عملها إبراهيم مع الله في الحضارة دي لما حد يحس إنه صغير ويتقرب لشخص عظيم قوي مش بيجي كده ويقول له اديني ده، مش بيعمل كده اللي بيعمله بيجرب الميه بيحط صباعه في الميه ويشوف ويقول ممكن تديني ده؟ وإذا الشخص وافق هتطلب أكتر وتطلب أكتر وتطلب أكتر أنا مش بقول إنكم لازم تعملوا كده أنا فعلا مش بعمل كده مش بتبع طريقة الحضارة دي دي حضارة إبراهيم وهو مدرك ده قوي وفاهم أنه مخلوق و... وأنه بيتكلم مع الله الخالق الله اللي حياته في إيده ومدرك ده فبيجيله ويتقرب له ببطء ودي الت... الطريقة اللي تتكلم مع حد عظيم بيها دي قاعدة أنت واقف قدام الله نفسه فبتتقرب وتسأل حاجة معينة وبعد كده حاجة تانية وتالتة ست مرات ست مرات ابراهيم يقدم طلبه للرب وفي كل مره كان بيشوف نعمه الله ممتده <applause> فكان بيتجرا وبشجاعه <applause> بيسال اكتر بطرق كتيره الله فعلا كان بيشجع ابراهيم انه يعمل كده كان بيشجعه ربنا كان بيعمل ايه بقى الله كان 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 بيكبر ايمان ابراهيم كان بيكبر ايمانه جدا ما وبخوش وقال له ابراهيم بطل كلام انا عارف انت بتطلب اذا في خمسين شخص في المدينه انا لكن انا عارف ان هدفك تسال عن خمسه بس لا 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 ربنا ما عملش كده الله صبور الله رؤوف وكان عايز يعلم ابراهيم درس الايمان وافتكر ده افتكر ده ابراهيم ما كانش عنده الكتاب <applause> ما كانش عنده ألفين سنة من التاريخ المسيحي كان عنده بس مقابلة مع الله وبيتعلم عن الله كان بيكبر في الإيمان كانت لسه البداية كان بيتعلم عن اتساع رحمة الله في الأول كان لسه بيتعلم من البداية عن عن عظمة نعمة الله كان لسه بيتعلم عن قد إيه بركات الله كبيرة احنا محتاجين المثابرة في صلاتنا صلاة جبارة لأن عندنا إله جبار محتاجين المثبرة في الصلاة صلاة كبيرة لأن إلهنا كبير محتاجين الشجاعة في صلاتنا لأن ده اللي عايزه الله كانت صلاة توبة كانت صلاة مثبرة كانت صلاة إقناع إزاي صلاة إقناع هل كان بيلوي دراع ربنا ويقول له يا رب اعمل كده ويحاول يقنعه لا لا لا, لا. اللي قصده بالصلاة المقنعة إنها كانت صلاة توسل كان بيتوسل لشخص الله بيتوسله هي دي الصلاة المقنعة لما تتوسل لله بناء على شخصيته بناء على مين هو الله بناء على وعوده بناء على الصلاة بناء على الصلاه المقنعه لانها بتصدق في طبيعه الله كانت صلاه مقنعه لانها كانت بترفع وتمجد الله عبرت عن غيره لاكرام الله وتمجيد لاسمه القدوس ما قالش طيب يا رب انا كنت مطيع ليك لما انت دعيتني من أرض أور ورحت المكان أنا ما كنتش عارف رايح فين خالص لكن أنا وثقت فيك يا رب وعارف لما كمان ملكي صادق جه مش بس عشرت من داخلي لكن دفعت عشرة في المية من كل ثروتي ودتهمله له، أنت عارف أنا عملت علشانك إيه كويس أوي، أنت عارف يا رب أنا طيعتك أنا راجل بار، ما قالش كده خالص ولا مرة، ولا مرة إبراهيم عمل كده في صلاته، ولا مرة طلب حاجة علشان نفسه، كان عارف إن الله إله عدل كان عارف ان الله اله رحيم، وبناء على الاساس ده حط امله وقدم صلاته. والله استجاب لصلاة ابراهيم. كان كل صلاته يا رب هل هتدمر البار مع الشرير؟ يا رب انت اله عادل، يا رب انت اله بار، هي دي صلاته وطلبته. وبعد كده قال لو في خمسين أو أربعين أو خمسة وثلاثين أو ثلاثين أو عشرين أو عشرة لكن الله كان عارف أنه مفيش فيش العشرة دول إبراهيم كان عنده أمل وكان عنده رجاء أن لوط ومراته وولاده وعيلته كلهم يكبروا ويمشوا مع الله ما كانش عارف وكان فاكر يمكن في عشر على الأقل هناك أو خمسة واستجاب صلاة إبراهيم بس مش بالطريقة اللي عايزها إبراهيم هو تشفع لسدوم إن الله ينقذ المدينة والله سمع لأن طلبته كانت عدل الله هو ده هدف صلاته وإيه اللي عمل الله؟ الله قال أنت عارف يا إبراهيم أنا هستجيب لصلاتك أنا هشيل أنا هنقذ البار ودمر الشرير وده اللي هيحصل في اليوم الأخير مع اللي حطوا إيمانهم في يسوع المسيح مع اللي حطوا حياتهم فيه مع اللي استقبلوا الغفران من إيديه مع اللي سلموا حياتهم ليه كرب على حياتهم دول هيترفعوا للسماء زي ما قال الرسول بولس في تسالونيكي بالضبط والتانيين هينزل عليهم قضاء الله عشان كده لازم ما نرتاحش لحد ما نحذر كل شخص وكل ولد وبنت وراجل وست. عارفين السؤال اللي الناس دايماً بيسألوه؟ سؤال في الإعلام دايماً في الحوارات العادية دايماً تلاقيه سؤال واحد دايماً الناس بتسأله إزاي الله الصالح يسمح بحاجات وحشة تحصل؟ كأنهم بيقولوا ليه الله مش بيتغاضى عن خطايانا؟ ده اللي بيقولوه اسمعوا الله ضحى بابنه علشان فيه وفي وحده نلاقي الغفران لكل خطايانا والله مش هيكون عادل لو ما حكمش على الخطية مش هتكون كلمته حق لو ما عاقبش الأشرار الله هيكون 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 بيسخر من ابنه الوحيد اللي مات على الصليب اذا الدينونة ما تمتش على اللي رفضوه، الله مش هيكون عادل لو ما حكمش بالقضاء الأبدي زي ما قال انه هيعمل بالظبط على اللي رفضوا خطة خلاصه، وفكروا انهم انهم يعرفوا أحسن منه فرفضوا خطة الخلاص خلونا توسل مع صلاة إبراهيم وطلبته لازم نستمر نتشفع بصلاة التوبة بصلاة المثابرة بالصلاة المقنعة صل للناس اللي أنكرت قوة الإنجيل ورفضوا يصدقوا إحنا نعرف من كلمة الله إن الله بارك بيت لبان بسبب يعقوب الله بارك بيت فطيفار بسبب يوسف الله أنقذ كل ركاب السفينة اللي رايحة روما من إنها تتحطم بسبب بولس إحنا عارفين الكلام ده من الكتاب وفاهمينه كويس عشان كده لازم ما نستسلمش مش لازم نحبط أبدا لازم باستمرار نصلي ونتشفع عشان بلدنا يمكن في حد النهارده يقول مايكل الكلام ده جديد عليا ده انا متدين كبرت في الطائفه دي او الطائفه دي وبروح الكنيسه لكن ما عنديش علاقه حميميه مع يسوع المسيح الاجابه بسيطه النهارده تقدر تقول يا رب انا زهقت من التدين العادي زهقت من الطائفية، زهقت من الطقوس، أنا عايزك يا يسوع تيجي لحياتي، بقبلك كمخلص، بقبلك كرب، تعالى لحياتي، إعمل كده وإحنا بنصلي دلوقتي، وخليك متأكد، مش عشان أنا قلتلك كده لكن عشان يسوع قال، هو قال اللي هيدعوني هجيله وأدخل وأتعشى معاه